الوزارة أكدت إن الطلاب اللي ما استلموش التابلت هيمتحنوا ورقي، الطلاب اللي هيتعرضوا لأي مشاكل أثناء الامتحانات متعلقة بالمشاكل التقنية والفنية هيمتحنوا ورقي أيضا، لكن طبعا المفترض إن الامتحان إلكتروني عن طريق التابلت، وفي 15% أسئلة مقالية و85% أسئلة اختيار من متعدد، وطبعا كان في أيضا تنبيهات على إن أسئلة الاختيارات من متعدد تكون الإجابات بتاعتها محددة وواضحة، ما يبقاش يعني في أكثر من إجابة تحتمل الإجابة على نفس السؤال، وبالتالي في كمان توجيهات من الوزارة بأن الأسئلة تكون من المقرر الدراسي ومن المنهج الدراسي اللي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الأول، وتكون يعني أسئلة بتعتمد على ما تعلمها أو ما درسه الطالب بالفعل في المدرسة وفي القاعات الدراسية. طبعا في أيضا الاستعانة بالمنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية اللي عليها مراجعات خاصة بهؤلاء الطلاب، بحيث ان هم أيضا يتمكنوا من مراجعة دروسهم قبل البدء في الامتحانات يوم 11 يناير المقبل بإذن الله، أو الجاري يعني تحديدا. زي ما حضرتك قلتي ان في بعض المدارس ما سلمتش التابلت لحد دلوقتي، طيب وتم مد المهله لحين تمكن الطلاب، طب اللي عنده مشكله في التعامل الكترونيا مع الرابط، احيانا بنسمع كلمه ان السيستم واقع، الاهالي اللي هيواجهوا المشكله دي هيعملوا ايه؟ عشان كده الوزاره يعني مدت الفتره بحيث ان الطالب يقدر يبقى عنده يعني وقت ان هو ما يبقاش في تحميل جامد على موقع الوزاره في وقت واحد لجميع الطلاب، ففي طبعا بعض الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على الرابط، قدامهم فرصه كمان هو في يومين ثلاثه يقدروا كمان ان هم يدخلوا على الرابط ويسجلوا بياناتهم استعدادا للامتحانات، وطبعا دي كلها في اجراء يعني في اطار الاجراءات اللي الوزاره بتنفذها للتسهيل على ابنائنا الطلاب، وبحيث ان ما يكونش في ايضا ضغط على موقع الوزاره. لكن هو اجراء لابد منه لان الطالب يدخل الامتحان، هو ده خاص بامتحانات الفصل الدراسي الاول ولا يعني الفصل الدراسي الثاني هيبقى في نفس الخطوه؟ لا، هي الاستمارة بتبقى يعني مع بداية الامتحانات عشان يبقى محدد فيها بيانات الطلاب والبريد الإلكتروني اللي الطالب بيدخل بيه يعرف يعني تفاصيل منه، أيضا يبقى محدد اللغة الأولى واللغة الثانية اللي بيمتحن بيها الطالب، يبقى في بيانات خاصة بيه، المواد اللي هو بيدرسها، المواد اللي هيمتحن فيها، دي أمور محددة طبعا يعني تم استحداثها يمكن مع الامتحانات الإلكترونية علشان تكون المسائل أكثر دقة، ويكون الطالب يعني عارف بالضبط المواد اللي هيمتحنها واللغة الأولى واللغة الثانية محددة، ويبقى فيه تحديد لكل شيء قبل الامتحانات، وده طبعا في إطار الإجراءات اللي بتتبعها وزارة التربية والتعليم للتيسير على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.